القديمة ديال مراجع. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه رسميا سلطات زمامرة تفريض الويكل على مواجهة الرجاء. وقررت السلطات الأمنية بمدينة زمامرة منع الجماهير الرجاوية والجماهير المستندة لضد زمامرة من حضور المواجهة المقرر أنها تجمع به الفريقين برسم جولة 26 من الدوري الاحترافي. ورفضت السلطات حضور جماهير الرجاء ونهضه الزمامره للمواجهه تفاديا لوقوع احداث الشغب، اذ ما اكتفتش بمنع التنقل الجماهيري بل منعت حضور اي مشجع من الفريقين للمباراه المقرر انها تجمع بينهم غدا الاحد بدايه من الساعه 9 ليلا. وكتمنع سلطات مدينه الزمامره جماهير الفريق من الحضور للمواجهه امام الرجاء والغريم التقليدي تفاديا لاختلاط جماهير الفريقين الاخضر والاحمر بجماهير الزمامره ما غيمكنهم من حضور المواجهه وما كترفضوا السلطات. يشال ان فريق الرجاء كيواصل تالقه في الدوري الاحترافي بتحقيق انتصارات متتاليه كان اخيرا امام شباب محمديه، وذلك في امل تاثر الجيش الملكي والانقضاض على الصداره. استدعاء 9 لاعبين من الرجاء دفعة واحدة للدفاع عن القميص الوطني. وأعلن فريق الرجاء الرياضي عبر بلاغ رسمي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تم استدعاء 9 من اللاعبين للمنتخبات الوطنية. ووضح النادي الأخضر أن الجامعة الملكية قررت توجيه الدعوة ل 9 لاعبين من الفئات العمرية لفريق الرجاء الرياضي لخوض تربصات ومنافسات مع المنتخبات السنية والوطنية. وضاف الفريق الأخضر عبر بلاغ مقتضب أنه تم استدعاء 3 اللاعبين من فئة أقل من 18 سنة U18 ولاعب واحد من فئة أقل من 17 سنة U17 بالإضافة لخمس لاعبين من فئة أقل من 15 سنة U15. وكيجي هذا القرار في ظل دخول مختلف المنتخبات الوطنية المعسكرات الإعدادية استعدادا للاستحقاقات المقبلة. سفيان الرحيمي يشعل الصراع بين الرجاء وليفركوزن. وأشعل سفيان الرحيمي نجم العين الإماراتي واللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي الصراع بين فريق الأم وباير ليفركوزن الألماني، وذلك بعد إطاحته بعرش الهلال السعودي اللي كان كيحقق انتصارات متتالية بدون هزيمة. وأوقف الرحيمي انتصارات الهلال عند 34 لقاء حقه من خلالها زملاء ياسين بونو الفوز في جميع المسابقات. وبعد هزيمة الهلال السعودي بسبب أقدام سفيان الرحيمي اللي سجل الهاتريك في مباراة الذهاب، فالصراع على إنهاء الموسم الكروي بالنسبة للأندية اللي ما انهزمتش غيشد بين الرجاء وليفركوزن الألماني. هادو ما خسرش الفريق الأخضر بقيادة جوزيف زامباوا هذا الموسم في 27 مباراة، في حين ما انهزمش بطل البونديسليغا باير ليفركوزن في 44 مواجهة. محمد بودريقة يكشف موعد عودته لاستئناف مهامه داخل الرجاء. وفي مفاجأة كشف محمد بودريقة المقربين منه أنه غيرجع للمغرب خلال الأسبوع المقبل لاستئناف مهامه الرياضية والسياسية بعد غياب امتد لأزيد من 3 أشهر. وضاف ذات المصدر أن بودريقة وعد مقربيه بالعودة للمغرب بعد استفادته من فترة النقاهة وإنهاء مراحل التطبيب اللي قضاها خارج المغرب. وكان بودريقة كلف نوابه داخل الرجاء بالقيام بمهامه في كل التفاصيل المرتبطة إداريا بتسيير الفريق الأخضر منذ سفره لإنجلترا. وسبق ليه ونفف تدوين عليه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إمكانية هروبه من المغرب لأسباب قضائية، واعتبر أن الأمر كيخص إجراء العملية الجراحية على مستوى القلب وغيرجع في القريب العاجل. قبل ما يأكد بالأمس أن الأسبوع المقبل غيعرف رسميا العودة ديالو لاستئناف مهامه في رئاسة فريق الرجاء حضوريا. أولمبيك أسفي يلجأ للجامعة ضد الرجاء لهذا السبب. وكدت عدة منابر أن فريق أولمبيك أسفي قرر اللجوء للجامعة الملكية قصد الحصول على نصيبه من مداخل مباراة أمام الرجاء الرياضي في المواجهة اللي جمعته لحساب ثمن نهائي كأس العرش. وكينص قانون كأس العرش اللي بات كيتلعب مباراة واحدة على اقتسام الأندية المداخل المواجهات بينهم، وهو مسؤولي أولمبيك أسفي اللي ربطوا اتصالاتهم بمسؤولي الفريق الأخضر لاستفسارهم على حصة النادي المسفيوي. غير أن الفريق مازال ما توصلش برد الحدود الآن. ووضحوا نفس المصادر أن مسؤولي أولمبيك أسفي اتصلوا بكل مصطفى دحنان مسؤول في اللجنة التنظيمية للنادي الأخضر، وأيضا الكاتب العام خالد فكرني، ثم المهدي الأوفير أمين ماء الرجاء. غير أن عدم توصلهم برد لحد الآن خلاهم يضطروا للجوء للجامعة الملكية من أجل الحصول عليها. وكان فريق الرجاء واجه أولمبيك أسفي يوم 30 مارس الماضي على أرضية الملعب البلدي في برشيد، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأخضر بهدفين دون رد.
الرجاء الرياضي يوجه دعوة لوالي الجهة وعمدة المدينة. وجه فريق الرجاء الرياضي رسالة خاصة لمحمد مهيدية ولي مدينة الدار البيضاء لزيارة أكاديمية النادي الأخضر بمنطقة ولاد طالب، وطلب الرجاء من والي مدينة الدار البيضاء زيارة أكاديميته بعد تعيينه في منصبه الجديد في إطار انفتاح الفريق الأخضر على محيطه مسؤولي المدينة. وكيرغب الرجاء في عقد اجتماع مع والي المدينة بأكاديميته لطلب الحصول على دعم مالي لتعويض الخسارة اللي تكبدها النادي بسبب إغلاق مركب محمد الخامس. يتم حرمانه من مداخل جماهيره اللي كتقدر بأزيد من 2 مليار سنتيم. وكيسعى الرجاء أيضا لاستغلال شغف والي مدينة الدار البيضاء بالرياضة وتشجيعه لها من أجل إطلاع على الوضعية المالية للفريق اللي كيعاني أزمة مالية بسبب كثرة نزاعاته وحرمانه من مداخل جماهيره. هذا وجه الرجاء أيضا دعوة مماثلة لنبيلة الرميلي عمدة مدينة الدار البيضاء لزيارة أكاديمية النادي وإطلاع على مختلف مرافقها. يشار أن تسيير أكاديمية الرجاء كيكلف خزينة النادي حوالي 1 مليار سنتيم اللي كتحتضن 56 لاعب و7 لاعبات كيتابعوا دراستهم بها وكيتدربوا بمختلف الفئات العمرية إلى جانب فندق من 4 نجوم خاص بالفريق الأول. واضطر الرجاء لحفر بئرين بالأكاديمية للتخفيف من الأعباء المالية، خاصة أن حساب مسؤولي كان كيأدي 70 ألف درهم فاتورة خاصة بالماء. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلاقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إذا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. Oh,